اولا المساله ديال اللقاح اللي كانت تعلن على الجائحه ديالو وانه فرض على 3.5 مليار ديال الساكنه ديال هذه الكره الارضيه انها دير الحجر الصحي، خوفا لانه كانت سبق هذه المساله هذه واحد الثقافه ديال التخويف ديال الناس، وانه رغم القوانين اللي كاينه على المستوى الدولي باش تقنن هذه العمليه وعلى راسها القانون ديال نيورنبرغ ديال 1947 انه التلقيح خاص الانسان اللي غادي تعرض عليه التلقيح تعطيه بعدا المعلومات الكافيه باش تنوره، وثانيا كيبقى ليه حق الاختيار باش يتلقح ولا لا. هذا الشيء ما كانش، كان خرق لهذه القوانين، خرق للدستور، ورئيس الحكومه المغربي استغل قانون الطوارئ باش حاول يفرض الجرعه الاولى والثانيه والثالثه، ومشى حتى عند المقاولات وعند يعني كل المهنيين، وهذا كيفرض عليهم كيقول لهم غنهضر معكم في حتى حاجه، كنتكلم معكم في اللقاح. هادشي كيبين بان الحكومه ديالتنا تابعه لتوجيهات المؤسسات الخارج الوطنيه اللي كتمارس علينا سلطه ما فوق وطنيه. ثم نضوا الاطباء في المغرب، وكان واحد التوقيع ديال 800 توقيع كيقولوا بانه ما خاصش الاطفال القصيرين يتلقحوا، ما خاص النساء الحوامل انهم يتلقحوا، وخاصنا نخليو الاختيار للناس اللي بغى يتلقح اللي ما بغاش يتلقح، خصوصا وان يعني اذا اصيب الانسان بذاك الفيروس كورونا، لان جميع الفيروسات ديال الرواح اللي كنقولوا حنا ديال البرد راه كلها دي فيروس كورونا، ما كانوش خصهم يخلعونا بهذه الطريقه هذه انهم يخليو الناس يتلقحوا ولا ما يتلقحوش. ثم كانت واحد الجري ديال المختبرات ديال الادويه كلهم بغاو يصنعوا، لان القضيه فيها فلوس بزاف والقضيه فيها ملايير ديال الناس غادي تلقح، كل شيء بدا كيجري. شفنا سينوفارم، استرازينيكا، فايزر، كل شيء ولا كيجري، وبانت بان فايزر لجأ إلى يعني أساليب لا أخلاقية من أجل فرض اللقاح ديالو، تورطت فيه حتى الرئيسة ديال الاتحاد الأوروبي وغيرها. وكذلك اللقاحات اللي كان فيها لايغين ميساجي، أنك تدخل بروتينات غريبة، يعني ماشي بروتينات، لايغين ميساجي هذا يعني ذاك المادة النووية تدخلها أجنبية لجسم الإنسان، هذا يعني هذه جريمة. ولهذا أنا بالنسبة لي التعامل ديال الدولة المغربية يقتضي اليوم انه يقدموا لنا يعني تقييم وحصيله، لان كانت هناك اعراض، المغاربه ماتوا توفاو، بغينا نعرفوا الى استراليا كتقول ارتفع النسبه ديال الوفيات بواحد النسبه مهوله، حنا شحال شكون اللي توفى بسبب هذا يعني هذا كيف كنقولوا التسرع ديال الحكومه واستغلال قانون الطوارئ. ثم كاين ناس تصابت باعراض خاصها اليوم يتم التعويض ديالها، لان المختبرات اللي صنعت اللقاح منعت راسها وقالت انا ماشي مسؤوله، انتم بغيتوا اللقاحات بسرعه انا ونتجتها، واخا ما درتش التجارب السريريه الكافيه، ولكن الحكومات مسؤوله. ولهذا انا كنقول بانه السياسي خصو توا تكون عنده ثقافه في مجال الطب، في مجالات متعدده، باش يكون كي ياخذ موقف بشكل متبصر. انا عانيت لانه منعت من ولوج البرلمان يعني لمده 8 ديال الشهور، علما بانه الناس اللي تلقاو تلقيح بقاو كيعاديو وبقاو كيتعاداو، وحين كان خاصنا نحققوا المناعه الجماعيه، نخليو الناس يجيها هذاك الفيروس ونتداواو بالهيدروكسي كلوروكين وادويه اخرى، كانت ولوزانك والفيتامين سي، عوض اننا نخلقوا واحد الحاله من الهلع ومن التخويف، وان نجبر المغاربه على التلقيح رغم انفهم. ضروري، انا كنقول بان بالنسبه للاثار وبالنسبه للمضاعفات، يعني خاص السيد رئيس الحكومه والسيد وزير الصحه انهم بالاستعانه بخبراء انهم يوضحوا لنا شنو هي المضاعفات اللي كانت على المغاربه من جراء هذا، وعلى 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 راسها هذا الشيء ديال السكتات القلبيه. واحد العدد الاساتذه في عز الشباب كيسكت لهم القلب، ولا ناس خصنا نشوفوا هذا الشيء واش بسبب اللقاح ولا باسباب اخرى. كنظن اليوم هناك في العالم ما يكفي من الدراسات باش تبين بان هذه اللقاحات كانت مسببه في اعراض خطيره ومسببه حتى في الوفيات. حنا بعدا خصنا تكون عندنا دوله منظمه اللي غادي تعرف شنو هي الجهه التي ستقصدها من اجل باش تقول بان الوالد والوالده ديالك كانوا صح غيجلبوا وماتوا، باش تقول بانه الاخ ديالك صغير كتجي هنا وبقلبيه، باش تجي، لان خاص يكون واحد استراتيجيه كتشجع المغاربه باش يمشيو يصرحوا بالاعراض، واخا تكون غير خفيفه اللي حسوا بها واللي شافوها في انفسهم ولا في الاسره القريبه ديالهم، باش يمكن لنا نجمعوا هذه المعطيات، وهذه مسؤوليه وزاره الصحه والحكومه المغربيه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.